البوبينة بتاع الروفر شوفوا وين حاطينها لوطة تحت الكولكتر، يعني كانت تلور عليها ما تلقاهاش، يكون ما فيهاش بوبينة، وهي بوبينة جاية لوطة بوبينة عادية تحت الكولكتر بتاع الادميشن، تحت الكولكتر هذه بتاع الهواء، بوبينة اللي هي مسؤولة على تغذية السبيراتير بالكهرباء، جاية لوطة تغذي هذه بكهرباء. شو كان تبع الخدمة تاعها هذه، تعرفوا وين ماشي، هاي بكل لوطة وين ما تبانش، اللي ما يعرفهاش وين موجودة ما يقول ما فيهاش بوبينة، لكن هي فيها بوبينة حاطينها في تركينة لوطة. هذا يحسس الحرارة والمروحة مع بعضها هنا، هذا سبيراتير طبعا نقولوا احنا الدايكو او الموزع الكهرباء نتاع هذا حساس الخمول اللي هو ستارتر اوتوماتيك، هذه هي الفرش نتاعها هي نتاع الرفر فرش، هذه الكارتة الكالكيلاتير او الكمبيوتر نتاع السيارة، هذا لا بي اس، هذا كيما زي ما قلت لكم هذه يسموها انتي شوك، هذه بوتون انتي شوك وقت يصير اكسيدون تسكر على البنزينة باش ما يصيرش حريق. هذا الفيلتر نتاع البنزينة شوف وين جاي، هذاك هذا الموتور نتاع السبيكلاس نتاع المساحات، هذا من هنا خزان الباور خزان الزيت، من هنا شوفوا زيت المحرك، من هنا شوفوا الماء من المساحات، من هنا شوفوا الماء نتاع المحرك، من هنا صبوا زيت المحرك.